الشيش والخواطر يا الحباب، والقلب شوق وما عاد عليه ملام، لمة ودبارة وحكايات يفوح منها العنبر في ليلة الحياة. فيح العنبر، فيح العنبر، برنامج يجيكم كل نهار سبت واحد من ما 3 ل 5 على الحياة فن. من مقام العدناني العنبر فاح، من مقام العدناني سيد الملاح، طه نور الأكواني العنبر فاح، زلت الأطراح بعدت عني يا حزاني، املالي لقداح من ما حبيت طه العنبر فاح. فاح العنبر فاح على راديو حياة فم 15 دقيقة بعد ما طليثة موعدنا كيف العادة، يجدد معكم كون هر سبت واحد في نفس التوقيت. تسمعتين من زمان حلو نعيشكم الأجواء الرمضانية، عادتنا وتقاليدنا في شهر رمضان. اليوم ليامات خفلف 22 نعملون في رمضان، تبارك الله ليامات ليهلي إن شاء الله يا ربي، صوم مقبول وذنب مغفور ليكم الناس كل. ذكركم أنتم في الاستماع إذا إذاعة القيرة النصحة إذاعة حياة فم، وما يسوكم صوتنا على 93 سينو www.lhayatfm.net، هذا هو وين يوصلكم صوتنا فاختو الناس الكل. تحية لأحمد المخلوفي في الإخراج التقني للحصة، سينو سهيل اللي مأمن لكم الديجيتال، وبيان سور مانيش وحدي زي ما في الاستوديو، نحاولوا هكا نعيشوكم عشوية الويكاند، نحاولوا نفردوا عليكم الناس الكل كل كسوة بالموزيكا مع حمزة بشيخ. أهلا حمزة، وكا يدخل ديما الدخل على صوت حمزة بشيخ. عسلامة مريم، عسلامة، مرحبا بيك، مرحبا مريم، اليوم حصة منورة بيك. أي أوكي، حاضرة حاضرة على يميني مريم سعد الله، مريم كوتش، أي الكوتش أنسيون، أما اليوم مش نبعد شوي هيك على السبور ولا أي ولا معني، اليوم مش نحكي وش ندرت شو الأجواء الرمضانية. أوكي مريم تجيكم في سير ليام، تجيكم تحكي لكم على السبور وش نوا تعمل وش نوا لازمكم تعملوش خاصة في شهر رمضان، مش نحكيو على الأجواء تنحكيو معها كيفاش تعديلها بيان سور رمضان. مرحبا بك مريم. مرحبا مريم، مرحبا حمزة، مرحبا بكافة مستمعين حياة فم. كل عدد في حصة فيها العنبر كوش نحطوك في الإطار، حمزة ديما بالموزيكا الحية بيان سور يعيشنا من مع صوت مزينة بيان سور مصوفي للأجواء الرمضانية لمية بالمية تكون موجودة. نذكرهم بعد بشوية زي كيف كيف مدام نجيب جريد يحكي وروية ما تفوتهمش، اليوم باش تحكي لهم على عيشة القادرة وش تجبد منها برشا أمثال شعبية، دونك بيان سور احنا ديما نستناوها في حكاية وروية كل عادة ما طليفة ونص الانطلاقة معاها، وبرشا ناس فان بالربريك هذه ذيك علاش نستناوها شو اخر سينو برشا فقرات سلة بيان سور، نشوفوا العادات التقاليد تطيبنا الزمني شنو كانوا يطيبوا قبل. حكينا على العولة المره اللي فاتت حمزه في خواطر المدينه، حكينا على ليلة وليلة النص زيد كيف كيف شنو نطيبوا شنو نحضروا بالذات كل شيء، شنو العادات اللي معناها الناس كيف نقولوا اللي حبذوها التوانسة انه تصير في هذيك الليله هذيك. وفما حاجه مهمه زاد معناها تطرقنا لها شويه لي مي معناها ما توسعناش فيها، جاوب قولي كومنتير قالوا اللي هي معناها كيفاش العائلات يخرجوا هذيك الليله هذيك باش يشريوا ولا يحضروا كسوه العروسه ولا للموسم ولا الموسم اي ولا الهديه كما يقولوا. فما ناس تقول هديه، فما ناس تقول الموسم. عندنا احنا لهنا خطابه ولا ما عندناش اللي يحضروا، مازال ما عندناش مريم جاك الموسم جيني جاي نص سبع تطلب ليلة 27 ولا لا؟ مش تطلب ليلة 27 هو يقولوا العيد عيدين معناها فهمتني، هو العيد عيدين هذاك علاش هم المستحسن يقول لك تتقدم ليلة 27 دونك معناها يقول لك معناها اي الموسم ليلة 27، فما اللي ليلة النص وديما فما الاحتفالات بيان سور، ما عاد ما مازال على ليلة 27 ما عاد ما مازال تعرف قلت ملي 22 ملي 12 سي ملي دخلنا في 12 رمضان دايم كان وجه ربي ان شاء الله يا ربي صوم مقبول وذنب مغفور ليكم الناس كل، سورتو يكون معناهم هكا المبادئ والقيم على الاقل خذيناهم في شهر
خير رمضان ومش ما تقفش ديما نقول ما تقفش على حد شهر رمضان ديما نكملوا بها الناس الكل. مريم انت كيفاش تعدي لك هكا معناها 22 يوم من رمضان تعب مع الاخر تعب على الاخر هو ربي ان شاء الله هاو ديما الله في ساعه عدى مي تعب على الاخر مي كله بثويب ونقول انه حتى عنده شغم نتاعو بالتعب بالوقفه بكل شيء عنده نكهه سبيسيال هكا الوقت في ساعه يتعدى الحقيقه ما تحسش بيه بحكم حتى الخدمه سير شارج وكل لكنك اللمه والجو على الطاوله والوقت في الكوجينه فوالا بدها تشتي وتصنع وكل دونك عندنا للوالده مدام فيتن المجهوله التحيه ما تعاون فيها في الكوجينه أول ما تخلق قلي أسمع أنت تقف في الكوجينة قلت له هاي سيفوري هكا هو على الأقل ذيك هي الفايدة خاطر عرفتي إذا كان ما تدخلش هكا واللمة والمعاملة شوية هو أحمد قال ميم مع أحمد قال راني ندخل نعاون في الكوجينة معناها نوجه التحية للناس الكل اللي تعاون في الكوجينة حمزة أنت من الناس اللي أنا نعاون نذوق هكا هو بالذويقة بالذويقة مع شقان فترة قد هكا هو قل الله أكبر وقل لكم أيجا نذوقوا أيجا نذوقوا تحية للناس الكل بيان سور رمضان ديما شهر اللمة شهر الخير شهر البركه وسورتو احنا نقصت علينا كل حاجات اللي حتى الزيارات نقصت كومي ما عادش كيما قبل الشعمه ما مهرجان المدينه حمزه في القروين نكهه اخرى بالنسبه انت لقى كانت نهار 20 مهرجان المدينه بالحق السناء فما بساعه قبل كل شيء رو مهرجان المدينه غايب غاب على القروين تقريبا يمكن 8 9 دورات في 8 سنين 9 سنين في الغياب هذا السناء لقى بالحق تفاعل كبير برشا في الاختيارات هذه اول حاجه وفي تحضير معناها الاماكن اللي بشي معناها باش تنظم فيها العروض هذه والا باش تصير فيها الخارجيات وكل شيء وفما معناها حاجه مهمه اخرى اللي هي معناها الكاليبر على سناء الكاليبر بتاع المهرجان كبير برشا شفنا في عرض الافتتاح لطفي بوشناق وشفنا من بعده معناها العرض تاع لطفي العبدلي وما زالت العروض وقبال وقاع وثم اقبال كبير انا اول مره راه عباد مقبله على قصان التذاكر وتذاكر معناها في باش يحضروا سبيكتاكل بالحق كيما هكا وتسجل حمزه دونك كنا في كوفيد دونك العباد مستحقه بالحق اللي هي تتلم وتتفرهد وتغني وتفرح كمان اي شفتوا خاطر وتعملوا رمضان ديجا معناها في توتال وتعملوا وعملوا ورجعنا هكا شويه عباد مستحقه للفرحه تا وليت هكا تلوج على الفرحه تخرج من المود نتاعها تتفرهد تحضر هكايا معناها مهرجانات بالحق في امس الحاجه توا عبد باش يعمل ديفولمون اي سورتو كي يبدا المهرجان بيان اورغانيزي يعني بيان انكادري تبدا بالحق كيما لطفي بوشنيق ما شاء الله سواري تعديت ما شاء الله كيف كيف لطفي العبدلي دونك بالحق لقاو ما ننسيش بيان سور ذكرنا بالعروض حمزه دونك عرض رجال صبر البارح فما البارح رجال صبر وقلت البارح العرض اللي كنت فيه حاضر فيه انا عرض خير البريه عبد الرحيم لبان وما زال عرض في السر وما زال عروض أخرى ما زال عرض بعد غدوة نهار المداح الليلة الليلة المداح عرض مزيان برشا عرض فرجوي مش يكون في وسط دار ثقافة مش يكون في وسط المركب الثقافي الداخل في الاسباس المغلق وثم نهار الاثنين العرض الموجود فيه أنا زادة عرض مالوف موسيقى المالوف ثم بالحق باش يصير عرض مزيان برشا باش يصير فيه كل الطريقة القروية متاع الطرح متاع المالوف هذاك اللي قلنا معنى البداية كانت فما من القروين من القروين بيان سور باش نرجعوا النهار الاثنين باش نعملوا عرض مزيان مزيان برشا نحب نقول العباد بالحق إيجي وشوفوا معناها تراثنا شوفوا عاداتنا شوفوا اسمعوا الفن متاعنا وكل شيء أكيد بيان سور تحية للناس الكل اللي واقفة على المهرجان هذه باش نجح على الأقل التظاهرات في القيروان وما ننسوش بيان سور احنا تحية لزملائنا اللي قاعدين يعديوا في الديجيتال الكل معهم زميلة حسام ربحي زميلة بليلة دريدي باش ما ننسيش أنا أحمد الشفر شكر الشيحاوي معهم سهيل الأمين سيف بولعريس الكل معناها اللي قاعدين ديجا يأمنوا في المهرجان هذه وقاعدين يأمنوا في الأجواء حاجة أخرى مريم راهو في بالك 12 يوم المهرجان باش يقعد من نهار 19 للثلاثين ايه نورمال مو هكا في بالي هكا بالحق ليلة العيد معناها مشي خاتيك مو اي خاتيك مو ليلة العيد معناها اللي هو عرض الزيارة اللي مشي معناها ختمها معناها بعرض الزيارة بالحق ما احوجنا للحاجات هذوما وهذا ما يدل على انه بالحق صار معناها تعب وصار معناها تعب في الانتقاء وفي جودة معناها كل البرودوي اللي قاعدين يحضروا فيهم وحضروهم مشي تحفونا بهم
نقولوا لهم بالحق ميرسي بوكو بالحق. نستنيو بيان سور قادم المره نفك العروض المباشره وليس كل تستغل الفرصه. راهو شهر رمضان سورتو الناس ما تخافش على ربيحة حتى في السهريه باش تخرج تسهر بعد شقان الفتره تكون حتى مطمئنه نوعا ما. فما الدنيا حيه ايوا الدنيا عامره حتى ميم البنات يخرجوا تبارك الله. شفنا عائلات معنا موجودين البرا ويلون بروفيت حتى باش يقضيوا صغير لصغيراتهم حوايج العيد مع عدم مزين. نعرفوا في الوقت ذي تبدا الحركه تبارك الله بالكدي ورجعوا لحوين تحالوا ديجا من ليله النص. دونك نوجه تحيه للناس الكل ان شاء الله يا ربي صوم مقبول وذنب مغفور. احنا مازلنا مواصلين معاهم في حل عنبر حتى للخمسه نتاع العشيه شويه. خرجيكم مدام نجيبه جريدي باش تحكي لكم على حكايتها وروايتها اليوم عيشه القادره. خليكم برونشي على 9:39 دقيقه بعد ما طلعت زهره البنفسج علي الريحي. هذا توصلنا للتوقيت هذا مازال في حل عنبر متواصل الحقيقه معكم كالعاده بمختلف الفقرات اللي عودناكم بها وشفتوا الفقره اللي تسانوا فيها حكايه ورويه. حكايه ورويه حكاية وروية كيف العادة مع مدام نجيبة الجريدي. مرحبا بك. مرحبا مريم. مرحبا مريم. مرحبا حمزة. مرحبا مريم. تحكم الكل الناس الكل. مرحبا بك مدام نجيبة. كل ما عادي جدد اللي تابعوا فينا اي اكيد ما نجموش مرحبوش بهم سوقتو اللي يستنوا فيها الفقرة ذي. انا قلت حكاية وروية بدو يستنوا فيك الامثال واللي يقول المثل معنا كل واحد خاطر الامثال ما نقولنا احنا تختلف ديما من واحد لواحد. دونك ديما يحبوا ياخذوا الامثال ويعرفوها وبرشا ناس مغرومين. وقلنا احنا حتى الطريقة اللي تغرمت بها انتي مدام نجيب حكينا عليها قداش من مرة بالحكايات هذوما والروايات اللي قلنا مساش ندخلهم حتى لصغيراتنا. هما صحيح خرافات مي ما احلاهم كي يخرجوا منهم العبر. الحكاية متاعنا اليوم عايشة القادرة. هكا عايشة القادرة هي حكاية من التراث القيرواني معناها ما نجموش نقاوها في بلاد معناها هذايا مختصة بها ولايه القيرواني. احداثها مؤلمة شوية وموجعة هذيك فيها درس كبير بإذن الله. وهذا احنا نحبوا نستخلصوا ديما من الخرافات نتاعنا مدام هذا هو هذا الأساس من مو المثل يقول ما تدخل الدار كان القمح والشعير أما الفول يقربع. قبل كان يا مكان وقبل الحديث على الشخصيات والأحداث نبدأ كلامي بالصلاة والسلام على رسول الله عليه ألف صلاة وسلام. الحكاية بدايتها يا جماعة ماذا بيا تبدأوا تخموا وتتخيلوا فيها في مخاخكم وانتم تسمعوا فيها ليلة السبعونية. الدار في كل موقع معمرة مكسية بالفروشات الشبكة المطرزة البهية الصغيرات محضرين دبيشة العيد الحلو مقدود عبابد وحلوى حمصية الزلابية والمخارق في كل دار ومعروفة الزربية القروية في كل بيتة مفروشة. الدار تعبيت الليلة الموسم متاع بنتهم حليمة بنت أمينة الصيغة. الأحباب والأصحاب تلمت الجيران وكل من يحب هالعيلة الطيبة هذية. الحركة كثرت والأطباق تصنفت وأم حليمة تعبت شوية. أش بش نعمل أش بش نعمل. من العشية بعثت لجارتها محبوبة قالت لها جيب بنيتك صلوحة ويجي وعاونوني في السهرية اللي لدار العروس جايين مش يجيبوا لها الموسم. وولد لوستي مش يهبط من البلاد مش تجيبوا يطهر في السيد الصحبي. وكما يقولوها ناس قبل عروسة ونافسة وليلة عيد تلمت في دار إلا محبوبة. أيا شقل الفطر جات السهرية الدار تملى وتفرغ العمات والخالات وليلة الموسم متاع بنتهم حليمة. جات محبوبة ومعاها صلوحة بنتها. دخلتك صلوحة هافتكم بالحديث هي على قدها ميمتها قليلة وهي يتيمة. وجارتهم هذية بنتها حليمة بنت أمين الصيغة والدار مصلي على النبي رخامة مع فايونس مع كساوي مع حلة في البنية ولبسة وزين أحبش تبنت الغيرة. هي دخلت هي وميمتها للكوجينة من حينهم
غطسوا غادي ما طلعوا، جاو دار العروس ما نطول بكم حكايه. اتقدمت للطبيق الغالي والعزيز تمد، المخمل والمشمل الكل اتحطوا تفرش. جاء الموسم غالي وعزيز، النحاس والسرابس روميو جولييت والطبقات الفضه والنحاس خلط. ما نودكم ما نشهيكم، ان شاء الله يجيكم في الخير في سبياتكم. وكي صلوحه تتغبن في الكوجينه، اه شبيه خير مني حليمه، اغزر شعري اكحل كليل، اغزر زيني وقدي، اغزر بياضي وزنودي محليهم مزيانه. وهي تاكل في روحها دخلاني، تدخل تمد الطبقات وتخرج تجري وتغزل مكي حليمه تغزيل اللطف. وخصوصي الراجل اللي خذيته تاجر كبير، ولا صلوحه من قبل حط عليه العين، ما غزر الهاشي وتبع اللي زينه. وكل نص كما يقولوها يميح النص، واللي ما ينيح النص عقله خاصه. ما نطولش بيكم حكايه، جاء العرس. قبل ما يطولوش برشا بالعرس، شهيرين ثلاثه ويجي العرس. كيف كيف اكي صلوحه غاطسه في الكوجينه وفي الماعون، واكل عروسه مزينه مبرقشه محرقصه، اخذت لها الراجل اللي عليه العين. عرستك يا حليمه ما طولتش، اطلع عليها الشهير صحيح حبلت. جاء وقت الانفاس، ولدت وجات الناس تلمت الاحباب والاصحاب ويهنيوا فيها. كيف العاده راس الهم دادا عيشه، صلوحه كالعاده قايمه بها في كل شيء، تقرب لها الفطور العشاء اللي يجي يهني، تحط له البسيسه بنواحه. هي من طيب أطول بيكم. المرأة نفسها جاب تذكر ومذكر عندما تدلل وتمد ساقيها، طولت بالدلال وش يتكلف لها غالي كالدلال يا سيدي. كيفاش هاني جايتكم، كل شي جهاليتها. وكي صلوحة تصور وتجول، أمها تمشي لها تتفقدها، قلبها ما قايلها خير يا بنيتي روح، ماك قضيت شورك، عاونتها كي جاوها الضيف، همشي روح يجلدها. لا قتلها، كيفاش نخلي حليمة وحدها نفسها وما تنجمش تتحرك. هيا اتعدت الجمعة الأولى الثانية، باقي مطولة كحليمة في الدليل، والأخرى تمشي تقمر لك وقاية السي سليمان يروح من الحوين تمتاعه، تنحي الرويبة متاع حليمة من الشريطة سورة النوم اللي نحيتها أو بدت الأخرى، تلبسها بنيتي تسيب الشعيرات، تجبدهم بالحديدة قبل يحدوا بالحديدة بتاع الدبش، تجبدك الشعيرات بالحديدة، تزين تبرقش تكحل العوينة. واش تعرفك هاو عين الشيخ جت في الشحمة، المرأة مسبلة هي والصغير، وهذيك العود يخبط في الراديو، شو بيلا راشد على هناء رشدي ولا شكونهم يغني، وهي حاطة البراد التاي والحلو عن جيني وزهقي. برا لله مشى نهار وجا نهار، اكي حليمة خرجت من البيت متاعها نهير باش تقضي شورها، تسمع في الغناء والضحك تكتك، اش من غلبة خير راجل وحده يضحك، ماشي في بالها صلوحة روحت عاد جارتهم الدار. هي دخلت البيت، انا ما نقول لكم والحال ما يخفى، الا ما نطول بكم حكاية، طاحت ما في عينها بل غزلت ما باتت، كان امورها مريقلة من عند ربي. اش قال لك اش قال عليك، يجيو يسألوه سي سليمان، الله غالب المرأة ما نعرفش عليها، احماتها وامها قالوا هذايا ابرك عليها قطوس النفاس، اي ما يجي للنفس قطوس النفاس، ماتت على النفاس وهي ماتت بغلب بينتها في قلبها. اكي صلوحه عادت في قلبها مش تزغرت وتغني اكثر من نائب اللي كانت تزغرت فيه وتغني فيه. اتعدت الفروقات، اكي صلوحه حشيكم وحشة من يسمع تندب وعينها في اسماعيل، لا هي بيه ونيمشي ونيجي، وهو كان ونهز عبد وحط عبد، اكرهها كره
لا راتو عيد بدات امه تلوج له بعد اشكون مشي ربي له البنيه اشكون مشي كبرها قالت الرد اخت حليمه خالته اولى به تربيه وترعاه سمعت الله صلوحه هدت عليه للحانوت وديني وما نعبد وربي اللي خلقني الا ما نكشف لك حالك الا ما لعبت بيا وعملت فيا اللي ما يتعملش ودرى شنو ولا ما نضحك ونكشف قدام حماتك ونسيبتك هذه ام عايشه ما وصلناش العايشه هذه هي حكايه عايشه قادره لكن هذه الوالده نتاع عايشه وما بردت وما تهنيت الا ما قال لفاميلته ولنسيبته راي صلوحه هي اولى على خاطري هي ربيت ولدي وتعرفوا وتعرف شنو ياكل وشنو يشرب شنو رضيعته وما باتت ام عايشه كان عروسه والمره الجايه باذن الله مش نخليكم على خاطر الحكايه مازالت طويله مش تشوفوا العمايل اللي عملتهم في الوليد والبنيه عايشه مش تعمل ما انتم وما اقصى ونخليكم توا على خير معايا ما تنساوش المثل ما تدخل دارك كان القمح والشعير اما الفول قرباع هذه هي حكايه ورويه اليوم ما دخل الدار كان القمح والشعير اما الفول قرباع دونك هي حكايه طويله احنا قلنا هي طويله مازال نقعد باش كمان مع زميلتنا سيوار بن حميده بيان سور قلنا الحكايه هذه الحكايه هذه شنو نجمو معناها نستسقيو منها مدام نجيبه هي برشا عبر برشا عبر خاصه معناها في التصرفات معناها من هوني باش تلوم على شكون دخلت لدارها تلوم على راجلها تلوم على شكون باش تلوم في الحكايه هذه نقول لك انا الحقيقه بتاع ربي اللوم الاكثر 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 على المراه على اللي توفيت الحقيقه معناها اللي قضى بها يا مدام اي صحيح راهو هي صحيح انا نفسها ولا هي بصغيري لكن سبحان الله الشيطان حي امي ما دخل لدارك شبابه وراجل باللي هو مش والطفلة تبارك الله هاي فايقة معناها عاملة المستحيل باش غراته هي كيفاش معناها نجي بعد اللوم لهنا يا مريم زاد فما حاجة أخرى خلينا من الديار ومن الحكاية هذه على الفيسبوك يا مريم في حكاية حكاية تجبد حكاية أكلي مثلا يقبلوا لانفيتاسيون بتاع نانفورت كي وبعد لا قدر الله يظل هي راقدة ولا هو راقد وتهبط له بيبليكاسيون الابليكاسيون كل المصيبه هكاك يصبح الصباح اسمع اجري ماذا اخلط ما تخلط راهي مصيبه الحق راهو معناها كيف الدار يلزم الانسان يعرف العباد اللي تصلح باش ندخلوها لدارنا ما نشريش البلا وبعد نقعد اللوم وهانو قاعد يغني لها هو بحدا حبيبتي ويغني لها تحلى السهريه تحلى السهريه هونيه هو ديما احنا معناها معنا مبررات للخيانه وديما نحطوا اللوم على المراه برشا خاصه في الخيانه زوجها خاصه الخيانه من عند الرجل اللي تقول لك معناها المراه هي اللي سبلت في روحها المراه اللي ما عادش هي بروحها المراه اللي ما عادش هي بدارها ما ديما ما نحبوش احنا بدنا نجيبها نلقاو مبررات للخيانه بالطريقه هذيا انه احنا قلنا اليوم برشا نسيب شي تغشوا علينا ممكن اذا كان يسمعوا في الموضوع ما هي ديما وجهه النظر تختلف اي بيان سور علاش قلنا احنا معناها من هذه تنجم تستخلص برشا عبر علاش كنت نجم تلوم كيما على تلوم على المراه كيما الراجل اللي معناها استحلت القعده والراحه وكل وميم طون عندها ثقه كبيره معناها كان ثقتها كبيره دونك هذه باش ما تعطيش الثقه لاي عبد أيوة. كيف الراجل كيف معناها هذه دخلت الماء والملح معاك وفي دارك دونك هذه ممكن كي تجي تلخصها الكلها تقع في الثقه بين الاشخاص الثقه الزايده اللي ما لازمهاش معناها تتعطى هكاكا لازم ديما الواحد يكون حذر ويعرف كيفاش يتعامل في حياته وتكون عنده الحنكة والفطنة في التعاملات نتاعو كيكسو مع الأشخاص تعرف طبيعة العبد وإحنا تجاذي حتى نشوفوه في سيناريوهات المسلسلات اللي قاعدين نشوفوه فيه ممكن برشا عبيد هي تلوم على المسلسلات وتقول المسلسلات قاعدت وريا قاعدت على لكن نفس الحكاية تحسها تدور في المسلسل وقديم الزمان يا مريم نفس الشيء قاعد يتعاود صف كل وقت قاعد يمشي لكن الحاجة قاعد نفس الحاجات قاعدين يتعاودوا ما تغيروش معناها الزمن قاعد يتغير أما الواقع نتاعنا
قاعدين نعيشوا في ديجا الخرافه قديمه واو معناها العادات معناها الشيء من قبل الموجود اللي عينه يختار شكون يدخل الدار كسوا معاه ولا راجل معناها نعرفوا شكون ندخلوا الدار. حامز انت عندك هكا في الدار هي فلمت ديريكتومون على مدام نجيبه قالت معناها اللوم لوليني نعطي للمراه اللي هي صبلت شويه هكا في الدار نتاعها ما عرفتش كيفاش تتصرف وهي خلينا نقولوا اللي عطات الفرصه صحيح. المثل بالحق يمس برشا في واقعنا اللي قاعدين نعيشوا فيه الواقع المرير متاع منح الثقة العمياء أنك باش تدخل شكون معناها في حياتك وإلا باش تدخله معناها لدارك فهمتني باش يكون هو معناها تصور أنت إنسان دخلته لدارك معناها ما قعد شيء آخر حاجة راهي عبارة اللي فما موجود هو على عينيك معناها فهمتني كل شيء بالمكشوف كل شيء بالمكشوف معناها شوف مكانتك شوف شنو أنت عندي أنا معناها ما وصلت معناها كذا لكن بعد ما يروعك كان انك تتصدم وتشوف معناها قمه في سامحوني باش نستعمل مصطلح نذاله والحقاره انك ترى معناها هل جزاء الاحسان الا الاحسان يا ذوما هما ذوما التصرفات ما تعطيش صديقتك اللي سامحني مريم ما تقولش معناها اللي مش كل من يضحك في وجهك راهو صديق راهو يحبك وراهو يحبك صحيح تعيش بنتي معناها يلزم نحط نعرفش شويه فما شويه هكا معناها ايه فما عبد باش يعمل مش العباد الكل بيا مش العباد الكل تتمنى لك الخير مش العباد الكل معناها تحبك تطلع وكل فما باز باش تلقى عباد غير منك تحسدك تبغضك في اي حاجه حتى في معناها اليوم تجوز في اطار معناها عشره زوجيه ما احنا راهو نحكي ديما على الثقه بصفه عامه هذه معناها حكايه اللي تنجم تتبسط تستسهل الامور شوف شنو صار لها معناها المراه طاحت من في عينها بلا دونك معناها شوف شنو صار لها سينو معناها الثقه تنجم خاطر نعرفوا احنا المفاجعات خلينا نقولوا مش المفاجئات اللي تصير خاصه على النساء على الاصحاب بين بعضهم على معناها الخيانه والغدر اللي يصيروا بين الاصحاب بين حتى ولينا معناها مالوغوزمون شوفوا حتى بين الخويت ما عادش ما عادش مقتصره حتى على اصحابك هاو مالوغوزمون معناها نسيت موضوع معناها تصير لنا حتى بين الاخوات يتغدروا خويت من بعضهم فما فما هكا جملتين باش نقولهم يقول لك ناس حاشمه بالشيب وناس تخون وتقول نصيب في زمانكم ناجع عاشقه في الذيب ودقين باب الود صار اكبر عيب والقلب الصافي ما عنده حبيب قلوب البشر بيوت خاليه مخربه تخريب ولو الحياه نصيب اش لزكم على العيب المحبه طاعه وكلام جدودنا بالتجريب الدل وزيد الدلل وهم القلوب الديب مع الرحمة وكل نفوس تخيب لسانك ساعات يقول كلام عجيب يجرح قريب صافي وحبيب علاش ما تعرف أنه لسانك سم سهم بالفم يصيب زمان غريب ناس بالعقل فاضي والفكر ربي يجيب احنا قلنا نحب نسمعوا هكا موسيقى مع عند حمزه قلنا في الاطار هذا بطلب من مدام نجيبه نسمع شويه بصوتك الله يبارك لحظه حبيبتي الله يبارك حبها بالعروبي نتاعها الزمني المقدود ولا الله يبارك نحب كلمه مقدود احنا لهنا اسمع في فاح العنبر نحب كل شيء زمني ومقدود الله يبارك الله يبارك على عيني وراسي يعيشك نسمع شويه عند حمزه القلب معذب بهواه الليل هاني هاني يا طفل قدك مبهى نا 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 من هجرك ناصرت فاني وبحذا حبيبتي تحلى السهرية بحذا حبيبتي تحلى العشوية بحذا حبيبتي تحلى السهرية كي شديت لي العود شوية عملت لي غناية قربني هبيل يا مكبر دايا
بفخامات وزنود عرايا زادوا على حالي وما بيا وعملت لي استخبار دورت لي دمي نستني في شقايا وهمي انا مغروم عمري ما نسمي اسم مرادي لا عزيز علي بلمتنا هكا معناها حاليا العشويه خلينا نقولوا عشويه مزيانه اليوم من المؤمن الكل خاصه في عشويه رمضان نحاولوا مازال شقان الفطر تقريبا من قضيه 3 ساعات او مازال 3 سوايع بالضبط على شقان الفطر دونك نحاولوا خاصه انا في الكوجين صار فرنسي دخلوا مادام نجيب الكوجين اكيد ما 3 ونص ما 3 ولا 4 ساعات لا ربع معناها براتيكمون نسيت الكل دخلت الشربه توا الشربه قاعده تطيب سلطة مخصوصة فهمتني واللي شاهي سلطة بلانكيت عاد اليوم عاد الشاوي عاد يظهر لي حمزة شاهيها سلطة بلانكيت مادام نجيب راهي دبرت دبرت قبل لا تجي معناها ركحت امورها باش هكاك تكون مرتاحة حتى انا نعطيك مدبارتي اليوم اللي اليوم باش تعملها زاد باهي شو باش تعمل والله باهي فما كالعادة الواحد الشربة شربة تشيش فما برشا عبيد مادام نجيب يحبوا شهر رمضان يومين تشيش انت من نوع اللي تنوع والا والله انا الاكثرية تشيش انا ساعات نوع حاجة جيرية نوع ما فما شكون 30 يوم يحبوا تشيش على ذكر الجيري ريت نحن في دارنا نهار تشيش نهار ذيك لسان عصفور ونهار دويدا كل جيري هكا فازيت هذاك تبدا مقرونه ولا تبدا مع شنو فهمت كل مره كل مره نوع باهي اليوم شنو يدبر اليوم بريك بريك دانوني اللي انا عملته البارح بريك دانوني سلات بلانكيت سلات ليتو مقطعه نحبها يا شيخ عليها برشا فوق كرتون هكا وفازيت هكا شخشخه معناها شخشخه عظم وشنو اخر؟ وبلا برانسيبال باش نعملوا روز اليوم روز بي ما في خاطيكمون هذه معناها نفس المنيو نتاعي البارح جوست انا زيد هكا شويه سلطه مشويه سلطه مشويه مشويه انت مادام نجيب باش انا ليلى تشيش طاجين طاجين على السوق شاهي ولدي سباغيتي نعملها له ولدي الاخر ما عادنا كيفاش هي ربي فضلك سلطه بلانكيت وسلطه نتاع خس والبريك هذاك ما يغيبش الملح في الطعام ما يغيبش حامز الجمله يوميا سلطة بشوية زادها يومين يومين انا بريتيك مازيد سلطة بشوية سلطة الخضرة ديما ذوك يكونوا موجودين على الطاولة ديما مع الجيري بيان سور ماري بشنو يتبردكم انت اليوم والله اليوم ليلي سي بون تفهمنا باش كي تروح تعاود بالطبيعة اليوم شيش سلطة اوبليغاتواغ في الطاولة مع كوتش راهو لازم تكون موجودة على الطاولة اي ومش نعملوا سالي معناها دانوني ومخلط مخلط وسباجيتي بالحم العلوش ومش نعملوا سلطة مشوية هكا هاو ياكلوا صاحب شويه كل يوم انا قاعدين نقترح عليهم احنا في البلد تو كي نخرجوا بعد شويه في الافطار نقول لكم المنيو نتاع احمد شنو خاطر نعرفها الولده نتاعو تصنف هما يتشهيوا برشا يعني يحكموا عليها باش تولي تصنف لهم فناخذ المنيو من عند احمد حتى سهيل راه مغروم بالميكلة والمخلوط قلت النص باش نحكي لكم على الطرفه اللي صارت في في دارنا قلت النص حصيلوا تعرف كسكسي شنو طيبوا في الفازيت انا امي قلت لها تعمل ثم كسكسي تعملوا كل بيض هذاك اللي قلت لي انت طيبته كفيه حسيل قلت لها نحب الكسكسي هذاك كل شيء حسيل الكل في الدار قال لك لا نحب الكسكسي كيفاش كسكسي ازعر مش من عاداتنا راهو بالحق فيه بنا فيه بنا كل فرويساك وال بالحق حاجه حاجه بالحق في البنا شكاره الحم العيد الكبير صحيح هذه العاده نتاعها يقول لك هذه طيبة البرزقان يخليوها لين معناها تجي معناها الوقت نتاعهم يطيبوه في وقت معين مريم انت قريت في الكيف ولا في الكيف؟ اي ذيك علاش قريت في صفاقس عام بعد كما في الكيف كيف. اما بالحق هما يخبيوها الحكايه ذي من العيد شكاره الحم تاع البرزقان تتمد فما وقت معين تتمد ولا في رمضان باش يعملوه باش يطيبوه في رمضان بنين بنين يعملوه زاده في رمضان البرزقان ويعملوه قبل رمضان ما بين اونتر افريل ومي
ديما معناها حكينا متى رمضان وقتها ولا مش وقتها يعني. صدقني انا نتصور هكا مريم كون توافقنيش الراي انه يكون صحي اكثر من القصتي الاخر اللي فيه الميدو معناها برشا هكا ولا ولا كل واحد مش ما مش معاكم ما دام نجي مش ما حمراء ميدوما ياك هاو أكل الحيمة وقرين الفلفل وإذا نزم حتى فيها الشحمة الشحمة هذيك القوة هذيك السر بتاع البلاد بتاع الميكناكيد احنا مزمنا مواصلين معهم في حل عمبر مزمنا بجندرة شوية بيان صغة لكن يجيب روما مش يقولوا اي احنا ما إذاعة صح لازم نعطيها كده شوية ديغو ستبقى معاي كنزرف التلكم خارج على الموضوع استي عرفت قلت لك هكا شويه شحمه ما تحط شويه شويه للشهوه بعدها وكل ما ديما احنا ما ننصحوش بها خاصه الناس اللي تعاني من ارتفاع ضغط الدم والا ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم بيصير احنا مازلنا مصين معكم في حل عنبر نرفع حضراتكم اذن صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه القيروان ومجاورها. محمد الجاموسي معلوم تواصلنا معكم ل 15 دقيقة بعد الأربعة في حل عنبر مازال متواصل معكم كالعادة حتى للخمسة متاع العشية وكل وقت خفلف الحقيقة بل بخفت روح متاع الحاضرين معايا معناها وكل كيف العادة مدام نجيبة جريدي حاضر اليوم معنا مريم صاد الله وكيف العادة بيان سور حمزة بالشيخ حكايتنا ورويتنا بكري وقت عدينا سيبون تحكينا على الثقة وكملنا أما احنا في كل مرة مدام نجيبة لازمنا نشكروا الصغيرات اللي يسمعوا قاعدين يسمعوا في الغاديو الحاجة ذي بيه اللي صغيرات قاعدين يعملوا يعادوا في الخرافات من اللي سمعوهم الراديو انا كي قلت لك قبيله بشويه حتى في الاوف كنا نحكي وقلت لك مدام نجيبه يا اخي معني انت قاعده تقص عليهم في الخرافات هذوما قلت لي ليه راهم قاعدين يسمعوا وما احناهم الصغيرات اللي قلنا نشجعوهم معناها بيان سور الصغيرات هذوما على المبادرات هذيا اللي قاعدين يعملوا فيها بالحق حاجه تفرح كونوا الصغار يرجعوا يتغرموا حتى مش قصه حتى خرافه ويحولوها باللغه العربيه الفصحى كيما قاعدين والله يعطيهم الصحه الاولياء قاعدين يجيبوا لي في شنو يعملوا الصغيرات ويقولوا يعطيهم صحة زادة اللي مخلين صغارهم يسمعوا الراديو ويخليهم معناها مونشي على الحاجات اللي شايفين معاهم وما شايفين عليهم هذه خلاص بتاع جبرة والكاميرا اللي مقابلت كي فوالا جبرة هذيك اللي حكينا عليها جبرة وال هذه مرجينك اللي بتاع اللي تحب الذهب هذه سميتها مرجينة سميتها هي مرجينة زينب هذه نتاع معيار البنية هذه عشيقة الذهب محليه العنوان محليه الريحد البلاج الأسود هذه لي وقتها اللي كل حاجة تمسها تحبها تولي ذهب معناها صحتي وميلي هذيك هي المثل خير من خرسي وخلخال هذه ريهاي مزيدة محليها البنية هذه زيدة روان عملتها في ملف مجهود نسيش ديما نشجعه وهاني الصورة من الداخل وخدمة ما شاء الله يعطي الصحة معناها قاعدين مغرومين بالخرافات ويحاولوا فيهم القصص ديما ديما نوجه لهم تحية وتحية كبيرة للأول جيبة انت مشكورة بالحق على خاطر بالحق تطلع في اجيال معناها تنور في اجيال بحاجة معناها ثمينة عندها فالور كبير كبير برشا وتو كيكبروا الصغار يفهموا شنو معنى الكتيبة هذيك وكل يسمعوا فك الحكاية وكل شيء ويعطيك ألف صحة مرة أخرى مدام هذا دور المربين الكل مش كانين الحقيقة المربين في مجال القصة والمطالعة رانا بالحق عاملين أكثر نشجعوا ولاقينا قبيل مدام نجيبها من الصغيرات فما 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 صغير ما نقولكش الكل باش ما نظلش معناها هو معناها كما نقولوا معناها بين ظفرين شوية ملحنة شوية مرتبطيجي معناها نورمال ما هو المعلم يرشد التلميذ زاد الاولياء شويه شجعوا احنا قلنا معناها تعطيهم فرصه ولي تقعد تشد التابليت والا التليفون اعطي فرصه لصغيراتك خليهم يقراوا حتى كي انت تشد كتاب حتى نقول يا سيدي ماكش باش تقرا الكتاب على الاقل كي راك هو تقرا اي شد قدام وديجا انت دخلت فيه ثقافه اللي كونه هو يشد كتاب ويقرا خاطر احنا صغيراتنا بخاتيك منين تعلموا التابليت ومنين تعلموا التليفون من الاولياء نتاعهم يشوفوهم شادين التليفون في دم دوك هو بالنسبه لي هو كهو يبدا قاعد باش يشد التليفون هذاك هو شنو باش يعمل انا التو مريم اللي بالحق من اللي انا صغير راه في الوالد واخواتي الكبار مع ديما يقراوا في الكتب فهمتني صدقني انا التو حاجه تتنح معني ما تنحتش مني وليت معني قبل ما نرقد ديما ما نقرا وهذاك اللي يفسر بيان سور انت ترجع للعادة هذه وخاصه فن الكتابه راه يجيب القراءه والمطالعه ما تنجمش يجي فن القراءه ويجيب الشعر كلها تنطلق من الكتاب فما حتى ديزابليكاسيون اللي معني واني ما نحبذهاش يا مريم نحس ان القراءه تاعها كيما تضلش هكا نمس بيديا الورق كتاب ملموس
تمش مطالعة حاسيش احنا ديما نشجعوا صغيراتنا وديما نذكروهم اللي انت معني المواد جدد معاك ديما كل سبت واحد هذه في البرمجه الرمضانيه واكيد تنلقاو معناها معناها في البرمجه اللي مش تتواصلوا كل نلقاو كيفاش حتى ندخلوهم لغوبريك هذوما سورتو للصغيرات اللي يسمعوا فينا خاطر خاطيكم صغيرات يكونوا يسمعوا في حاجه وشيخين عليها وعاملين عليها جو بعد ما يلقاوهاش باش تحز في انفسهم شويه دونك اكيد نلقاو حلول معناها باش اي فوالا معناها كل واللي مشكورين جدا بالحق الاولياء نتاعهم اللي صعيب برشا باش صغير باش معناها تجذبوا للراديو مش كيما مش يشاهد حاجه باش يقعد صغير كيسمع وصغير يركز مع معناها فن الانصات زيدا ماهوش عند الصغيرات الكل مادام نجيب احنا يسمع حكايه كامله ومن بعد يعاودها دو معناها بالفاسون نتاعو اي بالطريقه نتاعو ديجا حتى نشوف احنا العناوين عناوينهم هما بالضبط لهم العناوين بالحق ايش معناها صغير يبدا كرياتيف اون كرياتيفيتي يعمل يعمل ابداع ابداع فوالا تحية للأولياء الكل وتحية لك أنت مدام نجيب الجريدي الموعد ذكرهم عدوى يتجدد مع سوار في نفس التوقيت تكميلة لحكاية عايشة القادر اليوم حكينا على أمها هي نورمال مولو هي أمها الأصل أي الأصل منين؟ ما الشجر هكا هو لا كب الطنجرة على فمها تطلع طفلة لا ما نحرقوش المراحل اليوم كان ما تدخل الدرك كان القمح والشعير أما الفول قرباع عدوة تنشوفوا المثل مع زميلتنا سوار ميرسي بوكو مدام نجيبة الجريدي أكيد احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار في فيح العنبر مع مريم سعد الله كوتشي انسانيون تانكا نعرفها اليوم كوتشي انسانيون ديدوكاسيون فيزيك سبورتيف أما اليوم دارت رمضانية بنتي سينو خواتر المدينة مع حمزة بالشيخ بعد بشوية تستناو خطاب على الباب إذا شنو باش يحكي لكم اليوم الناس المغرومة تستنى حمزة بالشيخ سينو زميلنا حسن اللي تقرأ في آخر الأخبار المحلية العالمية والجهوية خليكم برانشي على 93 حابة مني بالفم زهيرة سالم 42 دقيقة بعد الأربعة عشويتنا مع فيح العنبر ما زلت متواصلة معكم على راديو الحياة فيم وماسكم صوتنا على 93 الأجواء الرمضانية نرجع لك الجو الزمني اللي تعيشوه في أجواء رمضان خاصة هكا نغير لكم شويه احنا على الماتينال على العشويات في سير الايام نحكي لكم على الجو الزمني الاصيل اللي تعيشوه في مختلف ولايات الجمهوريه خاصه ولايه القاهره وين حسام يجيكم ديما الصباح في المعتمديات ويعطيكم كيفاش اجواء رمضان في مختلف معتمديات ولايه القاهره مازلنا مواصلين عشويتنا مع حمزه بالشيخ كل عادة أصلاً نحطهم في الإطار معناها هو الربريك متاع حمزة خواتر المدينة خواتر المدينة ندخل بهم لك المداخل متاع المدينة العربية داخل شو نعيش وكل النوستالجي كل قبل لك كيفاه كيفاش كل حاجة تعرف كيفاش كنا نعيشوها على وصولها لأجواء رمضان وسورتو معناها تسميت بها رمضان تسمى بها الشهر الفضيل اليوم باش نحكي اليوم باش نحكي وباش نرجعوا تقريبا قداه عندنا من 96 97 اي في ال 97 في القدي 25 سنه اليوم باش نحكيوا على 25 سنه التالي بالحق تاريخ هذا انا عندي معاه بالحق على كل قائل انا 25 سنه قداش عمري 6 سنين كيف قلوبنا تشوق وتحن على ماضي بعيد ولا ماضي قريب عشناه وتربينا في تفاه خواتر اليوم ما تجيكم من رمضان 96 و97 إيه نعم باش نهزكم معايا يا جماعة ونعاودوا نتفرجوا في مسلسل أول ما نحكيه على هالمسلسل نحكيه على الموسيقى متاع هالجينيريك متاعه الجينيريك ما يحمل حتى كلمة تتغنى كلها موسيقى صامتة وهذا ما يمنعش اللي احنا حفظنا اللحن نوتة نوتة الموسيقى هذه ألفها وقدمها الفنان الراحل الكبير حمادي بن عثمان اللي يعتبر رائد من رواد الموسيقى التصويرية في تونس الموسيقى هذه بالرغم اللي عمرها أكثر من 26 سنة إلا أنها قعدت في ذاكرتنا أكثر من أي حاجة أخرى وكل ما نسمعوها يرجع بينا الحنين للزمن الجميل وكل ما نعاود نسمعوها كينها آلة من آلات الزمن اللي يرجع بينا ويأخذنا هيك الوقت الحنين والمزيان هيا سيدك يا بن سيدك الجزء الأول من هيك المسلسل اللي هو الخطاب على الباب كان عام 96 والجزء الثاني كان بعده مباشرة عام 97 هذاك علاش هو مربوط في ذاكرتنا بالجو متاعه مش كان الموسيقى متاعه تذكرنا بجو رمضان ثم أحداث أخرى في وسط هالمسلسل مصرة أنها تعيشنا الأجواء الرمضانية بكل معانيها كما طول شقان الفطر اللي أبدع فيها المخرج صلاح الدين الصيد في إظهار تفاصيلها من البريكة اللي قرمش فيها الشيخ تحيفة كرمك الله للشربة والتاجين
والعشاء اللي طيبوا المنجي وقمير. الطاولة هذيك اللي صنعها المخرج كانت مثال العائلة التونسية في هاك الوقت، وكان ما يتم العشاء إلا ما يبدأوا الناس الكل حاضرين بدون استثناء. والأحداث الأخرى اللي طبعت موروثنا وعاداتنا وكانت فيها برشة برشة حاجات أبرزت العادات متاعنا، من جملتهم كانت البوزة المشهورة اللي عملتها حدايدة جويدة الله يسلسلوسة، شكون عاد ما يعرفاشي أشهر بوزة في تاريخ تونس. والبوزة يا جماعة هي أشهر ديسير يعملوه التوانسة في رمضان، وأكثر من المشاهد هذم الكل قهوة السوق، أحسن مثال في سهريات سيدي رمضان وين يتجمعوا الأولاد بعد شقا الفطر، وين يتلموا الرجال الكبار بعد صلاة التراويح. زادة المسلسل حفظنا كل شخصياته وعشنا معاهم كل تفاصيل، وكانت الكل شخصية فيهم ميزة تخلينا نتحلق بها شخصيات طريفة وشخصيات خديعة، والأخرى رومانسية. والشخصية المركزية لهالمسلسل هو الشادلي الطمار، الشخصية اللي يشوف فيها الكبير روحه، وكان هو البو الكلاسيكي لتونس كاملة في الوقت هذاك. نجيو توا للا منانة أم سي الشادلي ولا صفية مرته، اللي تجسدت بيناتهم العركة الأزلية بين الكنة والحمات، وكيما زادا نلقاو شخصيات كوميدية كيما الشيخ تحيفة وقصة الشيخ تحيفة وحبه لحديدة جويدة ومغامراته معها، وعبودة وحكاياته مع عرفو صليح، وقصة حب سيد أحمد وفاطومة اللي خليت جيل كامل يشوف هك الحب متاع التسعينات اللي كان مبني على أعجاب فاطمة بالشخصية الرومانسية والشاعرية لسيد أحمد. وفي مقابلها فاطومة البنية الرقيقة اللي شاف فيها سيد أحمد روحه. قصة الحب اللي جسدها المسلسل هي عكس القصص اللي قاعد تتصور في مسلسلات اللي تصير في وقتنا توا. مسلسل خطاب على الباب مهما يطول بين الوقت وتتعدى بين السنين مش يقعد في ذاكرتنا الحية، اللي منها ذاكرتنا مع سيدي شهر رمضان وحياة العائلة والحومة العربي والمدينة والزناقي وعلاقتهم ببعضهم. مسلسل أنا شخصيا عمري ما ننساه، وبش يقعد عندنا من أفضل الأعمال الدرامية اللي أنجتها التلفزيون التونسي. أكيد ما خلنا نروح نأخذ شوية إكستخيم من البوزة المشهورة مثال إيش ناس معها شوية حديدة جويدة كيفش عملت البوزة اللي يسلس لصا عليكم سبات خطوة ملا قلت لي تحب البوزة سيدي والصبات زاد تحب هكي في الدنيا هيك ماما أوه أنت تحكي ياسر أنت وفين البوزة؟ هاي طبعت شلما؟ تتخصص عليا أنت ليه تغص بالبوزة؟ منين يقلب لبلادي؟ كيسك سالي دي يخسر؟ صافي دير؟ طب صافي دير هذا 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 جسوي تصغر صافي دير هذا دي بابا دي بابا يا مرخي يا خي سندينك يا خي سندينك وا وا خي هاي بوز هاي بوز هاي بوز هاي بوز هاي بوز هي من أطرف المشاهد اللي تنجم تشاهدهم حتى تو من الصغيرة احنا حتى تو قاعدين نسمع معناها بوغتو مانيش نتفرجوا في المشهد لكن المشهد يسترجع بينا معناها باكي نسمعوا بركة المشهد جوست صوت فقط من غير صورة رجعنا لك الذكريات الجميلة حتى صغيرات انا قلت تو حتى صغيرات وحديك بدو يتفرجوا على خطاب على الباب فما بين مغرومين بخطاب على الباب كيما مغرومين زادا كيف كيف بسلسلة تشوف لي حل اللي مهما تعودهم المسلسل ما منهمش ما تقلقش ما تقلقش منهم الحاجة ذيك محليها وشارم عندها محليه ونقعد نتبعوا فيهم حتى كي تبعد معني وتكبر في العمر الحاجة ذيك اللي تقعد ديما عندها رونق خاص عندها جوح وكل ما تفرج فيها تحسها جديدة رغم انه فيها هي خاصة الجزء الثاني فيه نقد كبير وفيه معني يحبوا يواصلوا مع البنت كيما المرأة اللي خرجت تخدم اللي سبلت شوي في الدار متاعها اللي حلو العيد ما عادش يتحل ونشوفوا معناها احنا قديش عنده 25 سنة لكن فما طرح يمسوا بعض الأشياء اللي كيفاش تغيرت العادات كيفاش تغيرت التقاليد لكن رغم ذلك محافظين على المبادئ والقيم وعادتنا وتقاليدنا ولمت العيلة ونرفعنا الألفاظ اللي حتى تتقال في هذوك كي تحطهم ما تحشمش مش تحط المسلسلات هذوك تتفرج معناها عيلة كاملة وفما الاحترام تاع اللي يا للا ويا سيدي يا نانا
لا لا ذيك بتاع وحتى العلاقه بين صفية ومنينا معناها رغم اللي هما معناها مش متفاهمين وكنا لكن ديما فما كالقدر فما الاحترام الاحترام بيناتهم اي فوالا معناها كيف كيف المراه اللي تقرا زاد معناها نقل البنت اللي مازالت تقرا وعرست مازالت ما كملتش التخصص نتاعها في الطب برشا حاجات حتى مريم في طريقه طرح معناها القضيه نتاع الحب نتاع سيد احمد وفاطمه اللي صارت معناها مش كيما تو قاعدين نشوفوا والحلال الاخلاقي فما كي تتعدى حاجه في التلفزه فما يحترموا اللي كوني عائله مش تقعد معناها وراء التلفزه تتفرج على المسلسل هو حتى كي يحكي على طاوله شقان الفطر فما شكون ما يشتهيش البريكه اللي ياكل فيها الشيف تحيفه ما تتفرج تقعد ديما تتشاهد يبدو يبدو يفسر يعمل عليها يعمل عليها اي شيخ عليهم فمش كل يشتهيش البريك حتى في رمضان طيبوا في البريك ولكن ما تتفرجش في اللقطه هذيك تشتهي البريك وعثيمين انا نسيت ما قلتش هذيك كيفاش هي الافيت القوه في التمثيل وفي توصيل المساج معناها واللي تعمل جزء اول وجزء ثاني وكيف متغيرات زاد كيف اللي حبوا يسلموا حتى في القهوه العربي هذيك قهوه السوق هي توا قهوه السوق اللي يدخلها خاطر خطاب على الباب اكاها معني بالحق هي تعرفت على خاطر خطاب على الباب وليت العبيد تمشي لها بالذمه خاطر اول حاجه المسلسل ما ماتش قعد الى يومنا هذا معناها تخدم الحكايه هذيك وزيد العبيد تا وليت عرفت كترمو تفرج على وليت تشتهي باش تجي وكا الهاشتاج يعملوا اللي هما في قهوة مع الباب قهوة السوق وكل ما أحوجنا الحقيقة باش نرجعوا الحاجات كيما هكا وصغيراتنا حتى نعيشوهم على الحاجات هذوك كيما قلنا في المسلسلات ما تموتش تعاودهمش ألف مرة أي الرسائل اللي قاعدين يوصلوا فيها مش عائلة وسيئة فيها تقدير فيها برشا حاجات محليهم مش يوصلوها للصغير هذاك علاش حتى كي تفرج صغير يتأثر بحاجات باهية ما يتأثرش بحاجات خايبة حتى في العيلة ولمة العيلة ورمضان وشنو لازم فيه والجو متاعنا والعيد وتحضيرات العيد دونك مش تربي صغيرك تربي على حاجه بيه على فوالا يقعد يراها الحاجه ديك محلاها اللي هذوك مش نعيشوا بهم مش نتربيو بهم مش من نقطع صله الرحم وما عادش عندنا تواصل بين العائلات وما عادش فهم احنا قلنا ما لغزمون وقت رمضان نقصت برشا اي ما حسينا حتى بالنقم تاع رمضان كيما دخلنا اي ميت فيها وذي اللي قلناه بما مال دفوا حتى هنايا من البلاتو ديما في البلاتو نقولوه اللي نقولوا معناها احنا رمضان كان محلاش انا قبل ما نروح في دار جدي دونك نتلموا الكلنا الفاميل الكل اللي هذا يجيب شنو مش طيب من عشي دونك نحطه في صدار كبير طويل الكل والاحفاد وعمامي وعماتي ونتلموا الكل دونك بالحق توا تحس من الكبار توفيوا معناها من اللي جدي توفى الله يرحمه فهمت دونك كل واحد شاف حياته وعمل حياته اخرى مع الدنيا صعبت هي ولات اللي تخدم كل واحد له في حياته خلينا نقولوا معناها ظروف العيش هي اللي فرضت اي اكزاكتوم فما عباد تعيش لبرا توا فهمت ما تنجمش ديما في المناسبات والاعياد تحضر تلقى لكن ديما يستغلوا يحن اللمة والجو هاكا يحاول قدر الامكان اللي يعمل اوكازيون باش يلم الفامي فما شكون يستغل صحيت مريم فما شكون يستغل شهر رمضان باش مثلا ياخذ كونجي ولا مع شنو باش يجي يقعد بحدا دارهم ولا بحدا امه ولا بحدا ابوه باش يرجعك الشهر من ذكر تاع سيدي رمضان يقول لك انا راني عشت 30 سنه في دار معناها في بحدا عيلتي نخرج الصباح نقضي قضيه العاده ونخرج العشيه زاد نقضي شويه ديسير ناخذ خارق نطلع شنو يمشي ياخذ الكوطه يمشي صدقني هذا برا مريم مش تقولها يعيشها بالحق راهو يحب يعيشها وبعد هذا يقول لك نشق فتري ونخرج نمشي للجامع كيف اللي عامل كيف يكون عامل بوستو على الحاجات انا والله انا خويا تاو في باريس يقول لي ماذا بيا تجيني حتى نهارين في رمضان على انا معايا شكون فهمت هو وخاطي يقول لي مثلا محلي شنو الجو الغديكه وفهمت هو بان ما ننكروش اللي فما عائلات مازالت محافظه راهو على الطبع هذه اللي معناها فما معناها معناها بعض العائلات اي فوالا بعض العائلات اما معناها واحد يقول لا صح عليهم كل لمه محليها وكل خاطر الحقيقه رمضان حاجه اخرى اللمه توكل معناها كي ما شاء الله ربي ينزل بركته ولعبت الكل تاكل وبالحق محليه لا لاحظت البارح انا تلمينا كفاميل كل بالحق مش نورمال
مش كيف اللي تكون هكا تجي اخواتك هكا وتلموا الناس الكل وكل الصغار هكا والضحكه واللعبه وكل واحد كلمه منا وكلمه منا وتاخذ هكا تتبادل اطراف الحديث. ان شاء الله يربي يلم الناس الكل في الخير وفي المناسبات هذيا، وحتى كي ما تلموش في رمضان على الاقل معناها يستغلوا ايامات العيد نقولوا ماخذين نهايرين ولا تثاين يستغلوا فيهم باش يتلموا لعائلتك الزيارات العائله الكل تتلم كما قالوا كي توفيو كبارات العيله خاصه تنقص حتى الزيارات معناها ربي يرحم بفضل كل كبير مع الحق مازال توا خاطر الكبير هو اللي يلم عنده معناها ريحه محلاها يطيبها في احفاده ولا في صغاره. دونك ربي يفضل كل جد ولا جده توا ربي يرحم اللي توفاو الكل خاطر محلاها العيله بالكبار ولا الكبار هي اللي تلم الكبار هي اللي هكا تفرح الكبار هي اللي تزين العيله. دونك بالحق ربي يبارك لهم والكبار هي اللي تخلي المبادئ والقيم ديما متواصله خاصه عند الصغيرات اكيد خاطر ديما يقعد القدر للعبد الكبير بالحس بالرونق نتاعها كبير العيله يبدا موجود في سورته بالحق موجود بالحق كبير العيله الجد ولا البو معناها فهمني يكون كاليبر نتاعو معناها يبان كلي هكا مثلا اي بابا راه مش ياخذ الكرسي اي يقعد حد في الكرسي يبدا معجبني ولا عرفت انت وشاب الحاجه ذيك راهي معناها حاجه سكري بالنسبه لي مقدسه تقول ولا فما حاجه اخرى زاد ريت اللي حكيت فيه توا يقول لك في سيدي رمضان راهو بابا عزيزي ولا جدي يقعد غادي الطاوله ذيك معروفه البلاصه ذيك معروفه سيرتو رمضان والا فما حاجه اخرى هكا صحين معين هكا اي اللي فما ذيك صحفه الشربه ذيك راهي هذيك اللي تحط فيها ذيك راهو الفلين الفلين صحيح معناها ما تتمسش ذكرت قلت لك كصحن الفرفوري هذاك التبسي يحب كان فيه هو حلب نحاس برشا حاجات برشا حاجات بالحق نوستالجيك قديش محتاجين كونا نرجعوا لهم هكا ونعيشوهم. ان شاء الله ربي يرحم اللي توفي وربي يفضل اللي مازالوا عايشين وحبوا بعضكم واستغلوا الماكسيموم من المناسبات هذوما. اني قلت لنا معناها الدنيا وصعوبات والظروف الصعبه في الدنيا هذه اللي يخدم واللي يقرا وكل دونك استغلوا الماكسيموم الفرص هذه خاطر الفرص هذه اذا كان مشات ما تعاودش. شوف انت نحكيو على 25 سنه التالي خاصه في خطاب على البيب كيفاش كانوا شوفوا معناها انا مش نقولها على عاتقي رداءه المسلسلات الحاليه. دونك معناها مالوغوزمون مانيش قاعدين نوصلوا في رسائل اللي تشجع صغيراتنا حتى باش يعيشوا كالعيشه المزيانه اللي كنا عايشينها قبل. صراحه كان مسلسل الحرقه برجوليه معناها هذا الحرقه نحكيوا عليها احنا حتى الجمعه الجايه نخصوا له خاطر بالنسبه اللي تفرج في الجزء الاول هو الوحيد اللي نجم يكمل الجزء الثاني باش يفهم الواحد ما معناها شابو ليه فما حكايه فما سيناريو فما اكزاكتومون وفما واقع وفما قوه ممثلين زاده في المسلسل قوه مخرج زاده ومنتج بس عبد الوثلاثي اللي خدموا خدمه كبيره في المسلسل في المسلسلات. نرجعوا ان شاء الله في الاسبوع الجاي نحكيوا عليه مسلسل الحرقه. ميرسي بوكو مريم صعده الكوتشي انسيون ديدوكاسيون فيزيك سبورتيف نقعد نفس الصفه انا هكا نرجع لكم نهار ثلاثة ان شاء الله مالي باش نحكي لهم على المرأة الحامل وكيفاش تمارين سورتو فوالا اللي معناها لازمهم يعملوها. سينو مريم حبتك تدندن لها وتختم لها هكا الدندنة المزيانة حبتك باش نعمل ان غوميرسيمون على احمد المخلوفي في الاخراج تقني الحسن. سينو بيان سور سهيد اللي مأمن لكم الديجيتال خاصة اللي كان من قسم الاخبار كيف كيف سي معناها هكا هو الخمسة مازالوا سبيعتين يحب يرتاح على قاعد يسخير كي طولت الماكلة وشيخ تحيفة وكالبريكة قاعد يرى فيها قاعد هكا يسترجع في الذكرى في الذكريات وقاعد يشوفها تحية للزملاء الكل من غير ما ننساو مدام نجيبة الجليزي اللي غدوة موعدها يتجدد مع زميلتنا سوار بن حميدة فاحة العنبر يكون كامل معاكم ونختموا مع الموسيقى اللي باش تسمعوها من عند حمزة بالشيخة. على الله دلالي لا هوش المخلوق الله الله نجيم القتالي نجيم القتالي بالعزم والمطلو بالله الله الله دلالي لا هو شعال مخلوق الله الله
الموسيقى اللي خيرنا نختمكم بها بيان سور في حل عنبر لليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا الناس الكل. ان غران ميرسي للناس اللي كانت برانشي معنا مده ساعتين من زمان. ذكركم برنامج حياه فم مازالت متواصله حتى نهايه سهره بيان سور. استنى فيهم اليوم احمد نورمال مو حاجه مزيانه في اليوم بيان سور، استنى فيهم اليوم حاجه مزيانه في الليل، خاصه مع الاستاذ عبد المجيد فرحات مختلف الزملاء اللي باش يامنوا لكم اليوم. هكا نختموا يا لمي على الزين نبيل شوبيله راشد، نقول لكم شهية طيبة للناس الكل. شاشوا الخواطر يا الحباب والقلب شوق وما عاد عليه ملام، لمة ودبارة وحكايات يفوح منها العنبر في ليلة الحياة. فيح العنبر برنامج يجيكم كل نهار سبت وحد من 3 ل 5 على الحياة فاهم.